السلام عليكم. اليوم حديثنا عن سورة البروج. أولا سنتناول معنى كلمة البروج وسبب تسمية بهذا الاسم. سنتعرف قليلا عن السورة. سورة البروج هي سورة مكية وعدد آياتها 22 آية. سورة البروج تقع في الجزء 30. سبب تسميتها بهذا الاسم لأنها تتحدث عن أبراج السماء، وهي منازل التي يسير فيها القمر والشمس وغيرها من النجوم. الموضوع الرئيسي للسورة تتحدث عن قصة أصحاب الأخدود، وهي تتلخص كالآتي: قصة أصحاب الأخدود، كان هناك فئة من الناس مؤمنة بالله تعالى، قام أعدائهم الكفار بحفر أخدود في الأرض وشلوا فيه النار وضعوا المؤمنين فيه، فماتوا جميعا حرقا على مرأى الناس جميعا. فلنبدأ بشرح السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. يقسم الله تعالى بالسماء ذات البروج، أي ذات المنازل المعروفة للكواكب، اللي هي السماء التي فيها القمر والشمس وغيرها من النجوم. اليوم الموعود وهو يوم القيامة. شاهد ومشهود، الشاهد من يشهد عليه على غيره، والمشهود من يشهد عليه غيره فيه. يقسم الله تعالى في الآية الأولى والثانية والثالثة بالسماء ذات المنازل التي تمر بها النجوم كالشمس والقمر، ويقسم كذلك بيوم القيامة الذي سيجمع فيه كل الخلائق، فمنهم شاهد يشهد على أعماله ومنهم مشهود عليه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. يلعن الله تعالى أصحاب الأخدود، قتل أي لعن أشد اللعن. يلعن الله تعالى الكفار الذين شقوا في الأرض شقا عظيما لتعذيب المؤمنين. النار ذات الوقود، هذه النار شديد الاشتعال حيث أشعلها الكفار لإحراق المؤمنين. إذ هم عليها قعود أي ملازمين عليها لا يغادرونها، أي لا يغادرون النار، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ستكون هذه النار للكفار، ستحرقهم كما حرقوا المؤمنين وهم ملازمين لها لا يغادرونها. والكفار أيضا سيشهدون على ما فعلوا بالمؤمنين من تعذيب وأذى كبير. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تبين هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار لم يعذبوا المؤمنين هذا العذاب، ما كرهوا المؤمنين وما عابوا وما قاموا بتعذيب المؤمنين هذا العذاب، إلا لأنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد الذي لا يغلب في أقواله وأفعاله، الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الله تعالى يملك كل ما في السماوات والأرض، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء. إن الذين فتنوا، الآية العاشرة، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هؤلاء الكفار الذين أحرقوا المؤمنين ليصدوهم عن دينهم وإيمانهم، لهم في الآخرة عذاب جهنم ولهم عذاب الشديد المحرق. إذن جزاء الكفار نار جهنم ولهم عذاب شديد محرق، سوف يحرقهم الله عز وجل كما أحرقوا المؤمنين. الآية 11، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. إن الذين صدقوا الله ورسوله وآمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، فهذا هو الفوز العظيم. إذن جزاء المؤمنين الذين ضحوا بأرواحهم فداء الإسلام ولم يتخلوا عن دينهم وأصروا أن يبقوا مؤمنين، الله عز وجل سوف يجزيهم
الجنات ولهم قصور يجري من تحتها الأنهار. الآية 12: إن بطش ربك لشديد. يتوعد الله عز وجل للكفار، فربنا فالله عز وجل يقول إن انتقام الله سيكون عظيم وشديد. بطش ربك أي عذاب الله سوف يكون قوي، فهو الجبار سوف يأخذ الكفار أخذ الجبابرة. إنه هو يبدئ ويعيد، أي الله تعالى هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيدهم كما كانوا. الله سبحانه وتعالى قادر، كما أنه خلق الكون من العدم قادر على أن يميتهم ثم يعيدهم إلى الحياة الآخرة، ويعيدهم إلى يوم القيامة ويعذبهم. وهو الغفور الودود، كما أن الله سبحانه وتعالى قادر على الانتقام فهو قادر على المغفرة، فيغفر لمن تاب. فالله سبحانه وتعالى صاحب مودة ومحبة لعباده المؤمنين. هؤلاء الكفار إذا تابوا لله عز وجل وندموا على ما فعلوا سوف يقبل الله تعالى مغفرتهم. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إذا الله تعالى هو صاحب العرش، العرش هو الكرسي الذي يجلس عليه الله، هو يتصف بالفضل والكرم. وأيضا الله قادر على فعل كل شيء، لا أحد يستطيع منع الله من التعذيب أو من تعذيب الكفار أو مثلا أن المغفرة لهم إذا تابوا إلى الله. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ يخاطب الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له: هل بلغك يا محمد خبر هذه الأمم الكافرة المكذبة لأنبيائنا، مثل قوم فرعون الذين بعث الله لهم سيدنا موسى عليه السلام، وقوم ثمود الذين كذبوا سيدنا صالح. هنا الله عز وجل عندما يخاطب سيدنا محمد هو يواس سيدنا محمد بأن هؤلاء المؤمنين لن يضيع حقهم، أنهم ما ضحوا بأنفسهم، وأن ربنا خلص أنه ما رح يجازي مثلا الكفار. لا، هنا في كمان إشارة إلى عذاب الأمم السابقة الذين كذبوا بالله عز وجل وعذبوا الأنبياء، مثل قوم سيدنا موسى وقوم ثمود الذين كذبوا سيدنا صالح. بل الذين كفروا في تكذيب، أين الذين كفروا؟ هم دائما في تكذيب أن تواصل لأنبيائهم. هم نلاحظ يا رابع أنه كل قوم بيجي ربنا برسل له رسول أو نبي لحتى يهديهم، فهم بيروحوا بكذبوا هذا النبي وبيفعلوا أشياء تغضب ربنا، والله من ورائهم محيط. أي الله تعالى قد أحاط بهم علما وقدرة ولا يخفى عليه أعمالهم. الله يا رب موجود معنا في كل مكان، وهو يعلم ما نفعل وما نخفي. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد، أي أن القرآن هو كتاب الله العظيم، والقرآن هو محفوظ عند الله، لا يستطيع أحد أن يغير فيه أي كلمة أو يبدل فيه أي شيء، فهو في لوح محفوظ.